يعني بعد نهارات تأثرت به طبعا، كتبت لي هذه القصيدة تاع هو. شو كنت تفكر وش نقولها؟ نقول ايه؟ نقول عاد الحوش يبان لي بعدك ظلمة، سد يا بويا القيم عليه وطاح، وخيالك باباش يرحل من ثم كي ننظر لبلاستك في كل صباح. في رمشة كفيت يا رمز الحرمة، راني بعدك يا بوي مقصور جناح، نترامى محروق من صهد الحمى، نشفت لي حتى الدمعة من الماح. الكبدة حسيتها عادت فحمة، القلب تقطع راشقة وسط الرماح، سكر عنا باب مبواب الرحمة، راح العز معبوي عنك راح. يا من كانت بيك تزيان اللمة، ملح القعدة كنت للحرام الصباح، شهدوا فيك جماعتك مولا كلمة، وما تدي رزق الخلايق ما تتلاح. الكرم والجود وحديث الحكمة، وقالوا نعرفوه من وقت الكفاح، وإحنا يشتينا نكونوا في القمة، ما فارت شبينا ما هو مشعاح، ربع نسافي عام بعد رحيل أمة، ملقب في دوارنا فارس الأفراح، أفرقت اللمة وشتت الأمة، وذريتك وفيد ملحك على الجراح. في سجنك في سجنك مكان ضو لا نسمة، سكرت البيبان وديت المفتاح، حار الطبة فيك تهت علامة، والدركة ما باتش الصورة توضاح. رانا ندفنوا الغاشي بالعرمة، ارزقنا يا خالقي بالصبر سلاح، ناض الهول وهبت رياح مسمة، ورانا كلي عايشين مع الأشباح، ارفع عنا يا الله هذا القمة. نتوسل لك يا كريم ويا فتاح، خرجنا يا خالقي من ذي الأزمة، وشتت يا ربي الظرم على الرياح، طالب من الأحباب يدعو بالرحمة، رانا مجروحين من فرقة الملاح، من حوض الرسول يشرب حفنة ماء، والفردوس إن شاء الله بويا يرتاح، في الفردوس إن شاء الله بويا جميع موتى المسلمين. هذه هي اللي درتها على هذه وقتاش كتبتها بالضبط؟ في أوت الشايب هو ثلاثة في شوية مات في شوية، أنا كتبتها في أوت هذه. وكيف توفى وش رايك انت؟ يعني انت بيبي هاك مثلي بيبي. لا لا يعني انا كنت ننتظر الوفاة تاعو مادام اصيب يعني بالكوفيد ودخل السبيطار يعني ومرض وتاثر يعني في يعني مؤخرا في المستشفى تاع سيدي عيسى. يعني سما ما جاتش موت مفاجاه ولا سما كان اللي يقدر يقول الا قليل اللي يسلك اللي يدخل السبيطار ويقعد مدة قليل سيرتو الكبار. وعداك هو في ذاته ايه انا كنت نداويه يعني كنت نداوي فيه بلا ما بلا ما كنتش عارف بلي نسيت كوفيد نسيت بحكم يسكن برا وما يروحش للبلاد وكذا نسيت بالكوفيد كاين نداوي فيه كذا حتى يعني اصبت انا واصبت العائله ومن بعد الحمد لله سلكت ريحنا الحمد لله. هو 88 سنه هو 88 سنه هو 88 سنه ضر ويتكيف ويتكيف. وهو الوحيد من العائله تاعك اللي اصيب يعني العائله الكبرى يعني بكى تقريبا هو برك يعني هو اللي بقى لنا كبير برك هو اللي مصيب الله يرحمه ويرحم جميع. هو وش كان يخدم وش كان تمه؟ هو كان بلي كان في فرنسا وكان هنا يخدم في الاوروفيك كنا في المسيله كان يخدم تاع الاغنام هذيك تربيه المواشي تاع ومن بعد تقاعد وقعد في الدار برا في الدوار. وكما تحكي عليه كان مولا حكمه وهكذا يعني هو يشتوه الناس يجمعوا عدو الاعراس كما قلت لك قبيلها ربع ساعه في عام بعد رحيل امه ملقب في دوارنا فارس الافراح. انا الوالده تاعي ماتت في 1980 في فيفري ما لحقتش 81 يعني عام ما لحقش تزوج اربع مرات هو اي رجالكم بطل علاش الاولاد مش ما يبطوا ولا يتهانوا ولا يعني ربع مرات هو يتزوج في عام على اللي قلت وقعدت له الرابعه والله الرابعه درك راه معاه جابت معاه زوج وليدات عندي خت وعندي خت وخو إيه راه عندها هذه اللي راه معنا درك تسمى راه في بلاصه الوالده راهي عندها 41 سنه معنا ايه مكم امونه طبعا هنا وانا انا كيما تم وانا درك راني في 54 كيما تم كنت مولا 13 ايه درك هذه المراه راه عندها 40 سنه معنا سمرا ولا تمنا خاصه في المنطقه تاعنا هذه منطقه تاع حياه وعيش معها مازالت كاينه رحمه ربي مازالت ان شاء الله راكم عايشين مع بعض عايشين مع بعض بارك الله فيك وفيك بارك